قالها الأمير نايف رحمة الله عليه، ولو لم يكن للأمير نايف إلا هذه الكلمة لكفته. يقول الأمير نايف: هم لا يبحثون عن تحرير المرأة، إنما يبحثون عن تحرير الوصول إلى هذه المرأة. وهذا من قالها الأمير نايف اللي على هرم، على هرم وزارة مهمة تختص بشؤون المرأة وبشؤون البلد بأكملها. لما يقولون أن المرأة عملت في صدر الإسلام وعملت وعملت، نعم المرأة عملت في صدر الإسلام، لكن ليست كالمرأة التي تعمل اليوم. حجاب المرأة في صدر الإسلام ليست كحجاب المرأة اليوم. اليوم حتى اللي تبغى تتقدم لمثل هذه المهن يجبرونها أنها تكون فاتحة عيونها، مركبة رموشها، حاطة روج، حاطة عطر. هذه ما هي جاية تعمل، هذه جاية تغري. والمرأة فيها غرائز والرجل فيه غرائز. ليش يمكن الشيخ سليمان استحى انه يقول لك والله مبسوط، شايفه مبسوط يعني ابتسامته وكذا يعني ما انا بقول لك يا دكتور عبد العزيز، هو استحى الشيخ سليمان انه يقول لك الجرايد كل يوم تفاجئنا بلقيط عند المسجد الفلاني ولقيط عند المسجد الفلاني ولقيط عند المكان الفلاني. لو كانت المرأة في بيتها ما كان جاء هذا اللقيط. لو كانت المرأة اللي هي بيتها مملكتها واللي الشرع وهو شرع لا يلزمها بخدمة زوجها وأولادها، ما يلزمها، هم يخرجونها من هذه المملكة ومن كونها ملكة إلى كونها عاملة نظافة بين أرجل الرجال وتحت الكراسي. أنا ما أسمع هذا الصوت العالي في المناداه بخروج المرأة، ما سمعناه بالمناداه بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، ما سمعناه بزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية. لك أن تتخيل أن الضمان الاجتماعي يصرف للأرملة أو المطلقة 700 ريال ويذلونها عليها، وهذه حق من حقوقها لأنها من الفقراء ومن المساكين ومن الذين ذكروا في القرآن، يذلونها على 700 ريال، والجمعية يدفعون لهم 250 أكل منتهي صلاحيته في الأسواق، ويقولون عندنا عطالة وعندنا بطالة. نعم نستطيع أن ندفع للمرأة 10,000 ريال وهي في بيتها تربي هذه الأسرة. يا شيخ دكتور عبد العزيز، المشايخ اللي عندك، كل الهرم الوظيفي اليوم اللي يشغلونه رجالات الدولة، من رباهم؟ رباهم نسوة ما خرجنا من بيوتهن أبدا، حتى أنت الشيخ سليمان والشيخ الغامدي، ما رباكم امرأة موظفة أو عاملة نظافة، رباتكم نسوة في بيوتهن. ما كانوا محتاجات كانوا محتاجات. كنا نسمع من كثير من رجالات الدولة كيف كانوا فقراء وكيف كانوا معوزين. ليش اليوم المرأة خلاص ما بكرة يا دكتور عبد العزيز أو الأسبوع الجاي يطالبون لك بافتتاح مراقص تعمل فيها المرأة راقصة تحت ضوابط، ويقولون المرأة فقيرة. اللي سمعنا نناقش كلام عن المرأة اليوم يقول الشاب والله مرتاح، متوظف ومتزوج وساكن وعنده سيارة. نسوا هذا كله واتجهوا للمرأة. كم مدرسة أهلية يا دكتور عبد العزيز في الرياض أو في جدة أو في مكة، لو شغلت هذه المدارس ببناتنا ما كان فيه ولا أسرة محتاجة، لأن كل في كل بيت واحدة حاملة الجامعة وحاملة بكالوريوس وحاملة دكتوراه. المفروض أن حتى أصحاب الشهادات يعودن لبيوتهن ويصرف لهن ويربون أولادهم، لأن الأسرة ضاعت والمجتمع ضاع. ما كان مجتمعنا قبل 30 سنة هو مجتمعنا اليوم، كنا ننام بيوتنا فاتحة. الآن حتى غرفتك تخاف وانت تقفلها من من من, من جور ما تسمع. المحلات الرعايات الاجتماعية هذه ما كنا نعرفها، ما كنا نعرف دور لرعاية الفتيات ولا نعرف دور مخدرات ولا نعرف، لأن الأم كانت مدرسة، كانت مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي. الآن أهملنا الأم وقلنا لها أخرجي عاملة نظافة ما يعيبك شيء. أنا لا أعيب عاملة النظافة، أنا أول وحدة أعمل عاملة نظافة إذا وفر لي المكان، وفر لي مستشفى نسائي، وفر لي سوق نسائي، وفر لي مكان نسائي أعمل فيه بكرامتي. ويمكن أنت ما تفتقد مديرك لكن تفتقد عامل النظافة. عامل النظافة عمل شريف وعمل راقي، لكن وفروا لي السطحية، وفروا لي المكان اللي أنا أجلس فيه. ما تقولون تشتغلي عاملة نظافة تحت أرجل الرجال، هذا ما أنزل الله به من سلطة. بعدين أهم نقطة وهذه دائما ينادون بها ويقول المرأة السعودية تريد. من قال لهم أن المرأة السعودية تريد قيادة السيارة؟ من قال لهم أن المرأة السعودية تريد مجلس الشورى؟ من قال لهم أن المرأة السعودية تريد الاختلاط بالرجال؟ أي امرأة هذه أخذوا رأيها؟ كل النساء السعوديات أخذوا رأيه؟ أنا أعتقد لا. هم فئة معينة. قبل فترة يا دكتور عبد العزيز كانت إحدى الكاتبات في قناة فضائية وكان معها عضو مجلس شورى. الرجل يقول نضع بارتيشن بيننا وبينكم وتتحدثين بأدب. لا 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 لا، لا تضع بارتيشن ولا شيء، أنا وياك
الخيط وهي كاتبة. ثم بعد الأسبوع الثاني تأتي وتقول الحجاب عمل شاذ يعيق التنمية. بالله عليك أعطيني في ماذا يعيق التنمية هذا الحجاب إذا كانت المرأة محتجبة ومستترة؟ في ماذا يعيق التنمية؟ هم لا يريدون عمل المرأة للرقي، هم يريدون مسح المرأة السعودية، وأنا أقول السعودية